الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وأعزائي طلاب وطالبات المعهد الفن الصحي الفرقة الثانية شعبة البصريات. أهلا بكم في مقرر التكنولوجي اوف اوفثالميك ديفايسز اللي هو تكنولوجيا الأجهزة البصرية. إن شاء الله المقرر دوت هندرسه في الترم الثاني مع بعض، ومقرر بسيط وسهل وابلايد تطبيق على المقررات اللي درسناها في الترم الاول في الجيومتريكال اند الفيزيكال اوبتكس، وازاي بقى بنستخدمها في الاوبسالمولوجي، ازاي بنستخدمها في الاوبسالمولوجي. فبالطبع اما نيجي نتعامل مع الاوبسالميك ديفايسز يعني الاجهزه الخاصه فحص العيون. اما نيجي نتكلم برضو على الاجهزه اللي هي الخاصه بفحص العيون، this course will provide the student with the basic knowledge regarding the optical instruments structure and operation. يعني ايه؟ يعني هنعرف الاوبتيكال ديزاين، الاوبتيكال ديزاين اللي هو التصميم البصري، الاستراكشر التركيب يعني بيتكون من عدسات ايه، من مرايا، من مسارات ضوئيه، وهاو تو اوبريت يعني ازاي بيعمل وازاي الضوء بيسقط على البيشنت او على البيشنت اي، وازاي بناخد من الريفليكتد لايت من البيشنت اي دوت النولج اللي احنا ايه عايزين نعرفها. فعندنا اربع شابترز. الشابتر الاولاني هيتكلم على الانتيريور سيجمنت اكزامينيشن اللي هو الفحص الجزء الامامي من العين، البوستيريور سيجمنت اكزامينيشن ده شابتر 2، وده فحص الجزء الخلفي من العين، وده فحص اوبسالمولوجي يعني فحص طبي الدكتور بيستخدمه علشان يقدر يعمل دايجنوسز للايه للكيس اللي قدام منه، يعني عشان يقدر يشخص الحاله ويقدر ياخد ايه القرار بتاعه في الايه في الديسكريبشن اللي هيكتبها للمريض او في الاوبريشن اللي هيعملها للمريض. شابتر 3 هيتكلم على الريفراكشن اند الستريب ريسبونس اكويبمنت، هيتكلم على الاخطاء الانكساريه بقى للعين، الاخطاء الانكساريه للعين والاجهزه اللي بنستخدمها لمعرفه هذه الاخطاء اللي هي الشورت سايت اللي هي المايوبيا او الهايبر مايوبيا اللي هو اللونج سايت او الاستجماتيزم او البريسبايوبيا، يعني الاخطاء اللي هي بتعتمد على انكسار الأشعة الضوئية خلال مرورها في العين والأجهزة الخاصة بفحصها. هنعرف تركيب الجهاز، هنعرف how to operate يعني ازاي بيشتغل. بعد كده advanced optical instruments وده شابتر 4، وده بقى هيجيب لي يعني شغل التكنولوجي او شغل البرمجة اللي هي الكمبيوتر انفستيجيشن، يعني هيتكلم فيه على ازاي بنستخدم الفحص او بنعمل الفحص دهوت باستخدام البرامج دي بتعمل زي هو الكمبيوتر التوبوغرافي للايه للعين اللي هو بيبدا يشوف التشو اللي قدام منه ويبدا يعمل لها سلايزز يعني يشرحها الى شرايح ويبدا يعرف كل المعلومات في كل سلايز على حده، وبعد كده يعمل انتجريشن للسلايزز دهيت ببرامج معينه في الكمبيوتر، ويقدر ياخد كل المعلومات عن العين بدون تدخل جراحي، بدون تدخل جراحي او بدون معرفه الداخل في العين الا من خلال اللي هي التوموجرافي او الطوبوجرافي اللي هيدرسها بالادفانسد اوبتيكال
انسترومنتيشن. يعني احنا هيتكون عندنا ال 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 تعالوا نشوف بقى في شابتر 1. شابتر 1 اللي هو الانتيريور سيجمنت اكزامينيشن، اللي هو فحص الجزء الامامي. We will examine the interior segment of the eye by three common devices which are. هنفحص الجزء الامامي للعين بثلاث اجهزة معروفة جدا، اللي هو السليت لامب والتونومتري اند الجينيوسكوبي والكراتوميتر. السليت لامب ده اللي هو يعني بيتدخل في فحص الجزء الامامي للعين، وبيشترك مع أجهزة أخرى كتير في تشخيص حالات مرضية للعين وقياس ضغط العين، ويعني بيسموه المصباح الشقي. الشقي يعني بيتدخل في كل إيه، في كل شيء. التونومتري والجينيوسكوبي ده هو ده يعني أجهزة بتستخدم لقياس ضغط العين، لقياس ضغط الإيه العين. والكراتوميتر ودوت بيقيس لي اللي هو الديامتر او الريديوس او الديامتر بتاع الايه العين. تعالوا نشوف كده. يعني الانتيريور سيجمنت اكزامينيشن بيبقى بيتكون من ثلاث سيستمز، اللي هو سليت لام، تنومتر اند الجينيوسكوبي، الكراتوميتر. تعالوا ناخد اول واحد، السليت لام. السليت لام is an instrument used to study the interior segment of the eye under magnification. السليت لام instrument، جهاز بيستخدم لدراسة الجزء الأمامي من العين بتكبير معين. الـ purpose: the slit lamp microscope enables the observers to view. بيمكن الـ observer اللي هو الدكتور أو الفاحص يعني لمعرفة. by nuclear yields اللاشز الكونجنكتيفا السكيليرا الكورنيا الانتيريور تشامبر الايرس الكريستلاين لينز and the interior portion of vitreous and permits the detection of the diseases in these areas. أو هنا هو ايه permits the detection of the diseases in these areas. يعني بيسمح لمعرفة الديزيزز الأمراض في الأرياز اللي فاتت دي كلها، إذا كانت في الانتيريور تشامبر، إذا كانت في الأيرس، إذا كانت في القورنيا، السكيليرا، الفيتروس اللي هو البيرشن أوف ذا فيتروس في الانتيريور تشامبر، اللي هو اللاشز، كل ده بيقدر يعمله الإيه؟ السليت لامب. It allows the examination of the interior chamber angle structure using a genulens. لو انا استخدمت مع السليت لامب جينيولينس هقدر اعمل examination للانتيريور تشامبر ايه انجل، اللي هي زاوية الايه الغرفة الامامية، واقدر اشوف التركيب بتاع الانتيريور تشامبر انجل من خلال الجينيولينس ده. It helps to view the fundus قاع العين، يعني كمان بيسمح لنا ان احنا نقدر نشوف قاع العين using either 90 diameter or 78 diameter lenses. يعني بيساعد في فحص او معرفة قاع العين لو احنا حطينا او استخدمنا معاه اللي هي العدسات اللي هي 90 diameter او 98 diameter. The attachment of an ablation
tonometer enable the measurement of the intraocular pressure. يعني ممكن يبقى في attachment يعني يتصل ب tonometer اللي هو ablation tonometer دهوت علشان نقدر نقيس بضغط العين. It's used to deliver laser treatment to both interior and posterior segments of the eye. برضو اما بنيجي نعمل عملية ليزك او نقدر نستخدم الليزر في علاج القرنية او اللي هي الريتنا نقدر برضو نستخدم اللي هو السليت لام بيساعدنا انه يستقبل شعاع الليزر في المكان اذا كان المكان دوت في الجزء الامامي للقرنية او في الجزء الخلفي اللي هو الريتين. اوكي A description of the instrument. Description of the instrument اللي هو المفروض تركيب بقى السليت لام. It consists of three major components. Three major components. الالومنيشن سيستم ده اول واحد يعني نظام الإضاءة consist of light source mirrors and prisms. The bulbs used in the illumination system are of low voltage and a suitable transformer is provided with a slit lamp. يبقى أنا عندي light source اللي هي البالبس وعن طريق ميرورز وبريزمس بعمل الاينمنت لللايت على اساس ان انا اوجهه في المكان اللي انا عايزه. وبيقول ان البالبس دي بتستخدم لو فولتج وبالتالي لازم يكون في محول مناسب علشان يدينا الباور اللي احنا عايزينها من السليت لامب دي. ماجنيفيكيشن سيستم magnification system ما احنا بنقول السليت لامب ده بيخلينا نفحص الانتيريور سيجمنت اوف ذا اي ويز ماجنيفيكيشن يعني لازم يكون في عدسات في عدسات بنستخدمها علشان تكبر الجزء اللي هو اللي احنا عايزين نشوفه ونفحصه فحص سليم. ماجنيفيكيشن سيستم كونسيست اوف بايو مايكروسكوب. الجزء الثالث وده جزء ميكانيكال ده شكل السليت لامب اهو طبعا كلكم شفتوه قبل كده وتعاملتوا معاه في كورسات اخرى او شفتوه في عيادات اطباء العيون واخدين بالكم. الميكانيكال سيستم ده مهم بقى ليه؟ لان هو الادجستمنت الاساسي اللي على اساسه الضوء هيمر وبالتالي لابد ان يكون البيشنت قاعد بطريقه سليمه وفي نفس الوقت كومفورتابل يعني قاعد مرتاح بحيث ان هو ما يبقاش قاعد في ديستربنس او في قلق وبالتالي عمليه الفحص تاخد وقت اطول واخدين بالكم. لكن لو هو قاعده مظبوطه ومرتاحه مظبوطة بالنسبة للجهاز وبالنسبة للفحص ومرتاحة بالنسبة له عملية الفحص بتاخد وقت قليل جدا لأن الضوء بيبقى ماشي في مساراته المظبوطة وبالتالي بيجينا المعلومات المظبوطة من خلاله. تعالوا نشوف الميكانيكال سيستم ده بقى. الميكانيكال سيستم ده هو يعني عندنا الشين ريست اللي هي دعامة الذقن mounted on a vertical stand اهي ده الفيرتيكال ستاند ده الفيرتيكال ستاند ودي الشين ريست mounted on a vertical stand for placing the patient chin in correct position. The height of the chin rest is adjusted manually to bring the chin rest to the level of the patient's chin. تمام يبقى دي بتتحرك رأسيا كده هوت بحيث ان هي تطلع او تنزل لغاية ما دي بتبقى
يضع عليها المريض الدقن بتاعه ويبقى ايه مرتاح. الهيدريست دي اللي فوق بقى، دي الهيدريست دي اللي فوق اللي بتبقى على الجبين، دي الحزام اللي هو على الجبين. With a head band is available for securing the patient head to the stand if necessary. والتشين ريست والهيد ريست دول بيتحركوا ميكانيكالي، ميكانيكالي يعني بمواتير ميكانيكية يعني. في كمان اللي هو الجويستيك، ذراع التحكم. ذراع التحكم زي ذراع اللي هو دوت كده، اللي هو بيستخدمه المريض علشان يحرك بقى الأجزاء الميكانيكية ده، هي up or down or right or left، يعني provided to move the illumination system and the microscope together up or down, left or right, forward or backward as needed during a observation. تمام؟ يبقى دوت الجويستيك ده عامل زي الجويستيك بتاع الايه البلاي ستيشن، دي بتتحكم في الحركه فوق وتحت ويمينا ويسارا والامام والخلف. بالنسبه لللامب اللي هي بحيث ان هي تسقط في المكان المظبوط على عين المريض. الكير بقى، العناية بالجهاز ده. طبعا العناية بالجهاز مهمة جدا 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 علشان استمرارية العمل بيه. The slit lamp should be located in a place easily accessible to the ophthalmologist in the examination room. يعني لابد ان يكون السليت لامب ده موضوع في مكان، وده كلام بسيط صحيح لكن مهم. لازم يكون موضوع في مكان في حجرة الفحص يكون سهل للعمل مع الطبيب، سهل للعمل. In a place easy accessible to ophthalmologist. تمام كده؟ An electrical plug point should be available near the equipment. الاكويبمنت دي بتحتاج فيشة الكهرباء، يعني عايزة مصدر تيار كهربي، يبقى ما بيبقاش الكابل بتاع الكهرباء يكون بعيد عن المكان، لازم يكون قريب جدا منه، لان برضه لو الحركه ما كانتش مريحه بالنسبه للبلاك بوينت دهوت او للكيبل بتاع الكهرباء، طبعا ممكن يعمل اي ديستربنس اثناء عمليه الفحص. The connecting wire should not اهو بيقول اهو should not be in the path of the patient or the staff. ما ينفعش ان الكابل بتاع التوصيل بتاع الكهرباء يكون في طريق المريض ولا في طريق الايه الدكتور او المجموعه اللي بتعمل في الغرفه اللي هو الستاف كله، اذا كان الممرض او الطبيب وغيرهم. Remove the dust and clean the slit lamp daily. يعني يوميا لابد ان احنا ننظف الجهاز بتاعنا من الدست، مهما يكون محطوط في غرفة مقفولة مهما يكون، لكن دي اوبتيكال ديفايسز او اوبتيكال يعني عدسات وميرورز و و و، فالدست هتأثر عليها، ولكن لازم نعمل كلين للدست. He will not in use keep the equipment covered with the dust cover. يعني في حالة عدم الاستخدام نغطيه بالكفر بتاع الدست. اوكي؟ okay. When the ophthalmologist examines an infected case such as corneal ulcer or conjunctivitis التهابات اللي هي الملتحمة، clean the headband and the parts touched by the operator and patient in the slit lamp with a clean cloth using alcohol or other volatile disinfection or disinfectants.
يعني اي مطهرات وقماشه مبلوله بالكحول مثلا واي مطهرات اخرى، نمسح السليت لام الباند اللي بيبقى عليها الهيد بتاع المريض، في حاله ما يكون المريض ده هو عنده اي انفلاميشن التهابات او عنده ايه اللي هي الاوليسر دي اللي هي الكورنيا الاوليسر اللي هو القرنيه المتقرحه او قرحه العين، يعني واخدين بالكم؟ لازم اي مريض يدخل عنده اي مشاكل بهذا الشكل لازم نعمل بعد المريض مباشره عمليه تطهير للاجزاء اللي هو المريض بايه بيلمس. المينتيننس الصيانة the instrument can be cleaned with a soft clean cloth، يعني ممكن تنضفها ب soft clean cloth قماشة soft وتكون نظيفة. The slit lamp has a locking device that should be engaged when the examination is completed، يعني نقفل الجهاز في لوكينج ديفايس، يعني ما نسيبش الباور واصله بالكهرباء، لا نقفل الجهاز اللي هو الاون والاوف بتاعه، ده اسمه لوكينج ديفايس، يعني عامل زي جهاز مفتاح امان او سكيورتي لازم يحصل له لوكينج. The shin rest and hand rest and the hand rest and will head rest should be wiped with an alcohol wipe between patients، يعني المنطقة اللي بتثبت فيها الدقن أو الـ أيدي المرضى أو الهيد should be wiped، الهيد اللي هي الرأس لازم تتمسح بكحول between the patients. Never touch the mirror of the slit lamp because fingerprints will prevent full illumination and damage the mercury coating. المراية دي بتبقى عليها طبقة مطلية من الميركري، فعملية لمس الميرورز دي اول حاجه بتعمل فينجر برينت، يعني بصمه للصابع على الميرور، وده بيعمل ديستورشن لللايت اما بيجي يسقط على الميرور او ينعكس منها، ما بيجي ينعكس الضوء منها بيحصل له ديستورشن او سكاترينج فبديش صوره واضحه، وفي نفس الوقت الطبقه اللي عليها اللي هي الكوتينج او الميركري كوتينج دي بيحصل لها دامج فبتبقاش ايه مظبوط. The slit lamp is to be thoroughly examined and cleaned properly by the instrument maintenance department or the assistants، يعني المفروض السليت لامب دي بتفحص بدقة وتنظف دوريا باستخدام الجماعة بتوع الصيانة من قسم الصيانة اللي هم the instrument maintenance department قسم الصيانة أو المساعدين. Handle the equipment with care and it is costly، ليه؟ لأن يعني بيقول تعامل مع الإكويبمنت بلطف أو بعناية أو بحرص لأن الأجهزة دي إيه؟ كوستلي يعني مكلفة أو غالية، وبالتالي لابد التعامل منها يبقى معاها يكون بحذر وسكيل. وبكده يبقى خلصنا كل المعلومات عن السليت لام من حيث الديزاين بتاعه التركيب بتاعه آلية العمل بتاعته الكير والمانتيننس، وزي ما قلت لحضراتكم ان احنا بنستخدمه مع في اغراض كتيره جدا واتاتشمنت مع
بعض اللينسز، بعض الجينيو لينسز، بعض بعض التنوميتر ممكن تتركب عليه في عمليات الليزر. يعني هو بيدخل في كل حاجة، فمش معنى ان احنا خلصناه كده ما عدناش هنشوفه بعد كده، لا هنشوفه اتاتشمنت مع بعض الديفايسز. وانا مش عايز اكتر عليكم من اول المحاضرة، وبكتفي بالمحاضرة لغاية هنا، واشكركم و thank you.